لكم مشاهدينا نتابع فقرتنا لبرنامج سيدتي لليوم. وفقرتنا الحين عن صاحبة مشروع صغير لصناعة الحلويات، سارة المزروع، من السيدات اللي حققن النجاح في المشاريع الصغيرة. بدت مشروعها بفكرة بسيطة وهي عمل الغريبة التقليدية بطريقة عصرية، وأكيد لها خطها المميز اللي اعتمدت عليه في إدارة مشروعها. راح نتعرف أكثر على هذا المشروع. اسمحوا لي أرحب بضيفتي في الاستوديو سارة المزروع. حياك الله سارة. أهلا وسهلا، الله يحييك، نورتينا اليوم في الاستوديو حبيبتي. طبعا المنظر الشهي اللي قاعدين نشوفه راح نتكلم عنه وعن بداياته وكيف بديتي بموضوع الغريبة بالذات. بديت قبل 3 سنوات بسبتمبر، في نفس هذا الشهر، يعني الحين احنا نحتفل بالسنة الثالثة. كانت فكرة بسيطة، كان حلى الغريب احنا نعمل عادي في البيت بطريقة عادية، وكثير كانوا الأهل وصاحباتنا دائما يطلبونها من عندنا في البيت. فجت الفكرة في بالي انا ممكن اقدمها بما انها حلى تقليدي قديم، يعني من زمان، من سنين، والناس تعملها، بدت في الحجاز. قلت ليش أنا ممكن أطلع الغريبة بشكل مختلف، بطريقة مختلفة، بنكهات إضافية غير النكهة العادية اللي متعارف عليها عند الناس، وتطلع بصورة حلوة وتنتشر، خصوصا أنه إحنا ودنا يعني تطلع الحلويات التقليدية تطلع البرة، يعني تنتشر أكثر، يعني أكثر من السعودية تطلع البرة، يعرفون الناس طبيعة الأكل عندنا، التفاصيل هذه اللي الناس لسه ما تعرفها برة. طيب ايش الجديد في الغريبه اللي انت قاعده تقدمينها الحين؟ ايش النكهات الجديده اللي اضفتيها لها؟ هي الغريبه معروفه نكهه واحده بس. انا اضفت لها نكهات بالشوكليت، حطيت مثلا بالسينمون، بالبيستاشيو، بالبيكان، وكل مره احنا نحاول نكتشف يعني نكهات وفليفرز جديده. تميزت انا عندي بطريقه التقديم انها بشكل صغير، يعني حلو للمناسبات، للافراح. صحيح، شايفه انا اي يعني خلاص صغيره كثير طالعه. ايوه هذا هو، ما تميزت بالشكل. هي تاخذ وقت، تاخذ وقت وتاخذ جهد، بس كل حاجة حلوة إن شاء الله تطلع بشكل حلو لازم تكون متعبة. أكيد الشيء الحلو لازم يتعب. بالضبط. من اللي قاعد يساعدك في مشروعك؟ في البداية كنت أنا، يعني كانت الوالدة طبعا هي اللي تعطيني تفاصيل الأشياء اللي أنا مثلا ما أعرف لها. بعدين يعني مع الوقت الحمد لله خلاص صار عندي المعمل، صار عندي التيم تبعي اللي خلاص مبرمجين على نظام معين، سيستم معين في صنع الغريبة. كم تاخذون، يعني جتكم طلبية مثلا على هذا، على مثلا اليوم نبي غريبة بنكهة الشوكولا مثلا، كم يوم تاخذ عشان تتجهز؟ في احيانا في نفس اليوم ممكن تتجهز، في احيانا يكون عندنا ضغط شغل، فممكن يعني الافضل انها تكون الطلبيات قبل بيومين. في احيانا الافراح المناسبات تكون يعني كميات كبيرة، فهذه افضل باسبوع، لانه احيانا في ناس برا الرياض، في ناس يطلبون برا السعوديه، دبي، في الكويت، في قطر، فهذه يبغى لها تجهيز عشان النقل وطريقه النقل، هذه كلها تاخذ وقت. نودنا نعرف ايش التجديدات اللي ادخلتيها على هالمشروع. انا يعني ما شاء الله تبارك الله صغيره وناعمه ونكهات جديده، ايش في شيء كمان المشاهدين نعرفهم عليه عن الغريبه؟ أنا يعني يمكن هذه مشكلة أحيانا بالنسبة لي، بس الناس يمكن ما يشوفون الطريقة اللي توصل فيها الغريبة لهم. أنا مشكلتي أهتم بالتفاصيل، يعني بالديتيلز، دائما أركز على تفاصيل يمكن الناس ما تنتبه لها. يهمني الباكينج، يهمني طريقة التقديم، يهمني الباكسز، بحيث أنه مثلا ممكن يعني العادة الناس مثلا بيزورون أحد مريض، أحد راجع من سفر، يمرن ياخذون شوكلت، صحن يكون مرتب. أنا حاولت أقدم الغريبة التقليدية بطريقة حلوة، بحيث أنه ممكن الواحد يهديها كهدية. باكسز يعني مختلفة، طريقة باكس تقديم مختلف، يعني انه الواحد شيء يواجه انه تتقدم. طبعا التغليف كثير مهم في الهدايا، يعني الافكار اللي انت قاعدة تقدمينها هي افكار جديدة بالنسبة لتغليف الغريبة. يعني انا اشوف انه الباكسز اللي انت تقدميها كثير راح تكون شيء مغري. طيب فكرتي انك تغلفيها بلاستيك؟ فكرتي انك تغلفيها بغير الباكسز؟ هي الغريبة مشكلتها انها خفيفة هشة، فلازم يكون لها طريقة تخزين معينة، طريقة ترتيب في الباكسز تكون مرة يعني مختلفة عن طريقة مثلا الشوكلت. الشوكلت ممكن أسهل، الغريبة دقيقة مرة وحساسة، يعني أي لمسة أي حاجة ممكن تكسرها، فمو أي يعني باكسز أو حاجة ممكن تتحمل التغليف للغريبة. تمام. نتكلم عن مشاريعك الثانية. عندك أكثر من مشروع غير الغريبة، تركيب العطور، وفي مشاريع أخرى قلت لي قبل الهواء عنها. صحيح. خلنا نتكلم عن هالمشاريع هذه شوي. أنا كل فترة أحب أنزل لاين، يعني يكون زي ليميتد إديشن، أنزله مرة، يعني زي وان شوت، خلاص ينزل بطريقة معينة، عشان بحيث إنه زباين اللي خلاص اللويال كاستمرز حقيني ما يطفشون، يحسون دائما في حاجة جديدة. يعني لما بحيث إنه أحد يدخل أكاونت أوكي باي سارة، حيشوف مو بس غريبة، كل مرة ينزل شيء جديد ممكن يضاف للغريبة، مثل طريقة تقديم هدايا.
يعني مرة أنا نزلت أورجانيك صابون، يعني طريقة صابون بعلب مختلفة كانت حلوة، الناس يأخذونها كهدايا. في مرة نزلت لاين العطور مخلط، يعني كنا إحنا نعمله، يعني التركيبة العطور أنت اللي كنتي تختارينها وتسوينها بشكل. أيوة بالضبط. على ايش كنتي تعتمدين لما تركبي العطورات؟ انا احب العطور الثقيله، احب العطور المميزه، يعني اللي تكون ثابته، يعني لما الواحد يحطها ويطلع ويروح يجي ريحه ثابته معروفه. ففي عطر انا دائما استخدمه لنفسي، وكثير كانوا الناس يعني حتى مثلا لما اسافر او شيء دائما تسالني توقفني انه طب نقدر نشتريه؟ فجت الفكره في بالي انه يعني ليه لا، خلينا نجرب. عملتها ونزلتها، ما شاء الله نزلتها يمكن 2 شوتس وكلها كانت سولد اوت بسرعه. كمان مرة نزلت هاند ميد، إضاءات هاند ميد كلها للدكوريشنز. فكل مرة نحاول ننزل لاين جديد مختلف عن الأشياء القديمة. ما شاء الله، يعني أنت هل عندك دراسة لهذه المشاريع؟ اعتمدتي على دراستك أم إنها بس موهبة وكل مرة تطوريها وتسوي شيء جديد من خلالها؟ أنا دراستي مختلفة تماما، أنا تربية خاصة. يعني أنا ما أحب الروتين، أحب التجديد دائما، أحب الأشياء المجنونة. يعني أحيانا فجأة مثلا أنا جالسة تجي في بالي فكرة أنه طيب why not، يعني هذه الفكرة ممكن تنعمل بطريقة حلوة وتتقدم للناس بطريقة غريبة. فكله يعني يجي من التفكير، يعني الواحد يقعد شوي مع نفسه ويفكر بأشياء تطلع أفكار صدق يعني غريبة أطورها وأنزلها. برأيك إيش الخطوات الأساسية لنجاح المرأة؟ أول شيء دائما أنا أقولها الإيمان بربي، أنه الواحد لما يكون مؤمن بربي وعنده فكرة حتى لو كانت أو هدف حتى لو كان بسيط يقدر يوصله بطريقة مرة حلوة يجذب الناس كثير له. فسنسل الواحد مؤمن بربي وعنده القناعة وعنده الإيمان من جوه من داخله أنه إن هو حيوصل مهما كان. فأساس كل حاجة طبعا يعني الإيمان، فهو الواحد والاستمرارية طبعا، المثابرة. أي والاستمرارية المثابرة، يعني كثير ده أوقات يجي الواحد ups and downs، يعني ممكن في موسم يكون ما شاء الله ضغط وشغل، وأحيانا مواسم ما تكون فيها أي حركة. فالأساس في هذه اللحظة أنه الواحد لا يحبط، لازم يكون يعطيه باور ويعطيه أنه أوكي أنت الحين داون، فكر بشيء جديد، جددي بالمشروع اللي أنت قاعدة تعملينه، فطوري من نفسك، طوري من شغلك، طوري الأشياء الموجودة، هذه كلها تساعد الواحد أنه يكبر كمان وكمان. ما في شك، كثير الحين البنات السعوديات بدوا مشاريع صغيرة، برأيك يعني الأفكار الجديدة هذه كيف ممكن تتبلور؟ كيف ممكن يوصلون أفكارهم مثل ما وصلتي أنت فكرتك؟ يعني بديتي بالغريبة، بديتي بالعطورات، بديتي بالإضاءات الجديدة. يعني في كثير بنات من جيلك الحين يعانون من كيفية أنهم يقدمون أفكارهم ويبلورونها للعالم، فبإيش تنصحينهم كمان؟ أهم شيء أن الوحدة تكون مؤمنة بنفسها مثل ما قلت قبل كل شيء، وتحاول تطلع الفكرة مهما كانت بسيطة، أنت تقدر تحط يعني her own touches ولمساتها بشكل معين بحيث أنها تطلعها مو بس في نطاق بلدها أو في المدينة اللي هي فيه بالرياض مثلا أو بالسعودية، ممكن تنتشر فيها بطريقة هي ما تتوقعها أصلا. فعلى حسب كيف أنت تقدمين الشيء، على حسب ما أنت تعملين ماركتينج لشغلك. إحنا الحين يعني ما شاء الله في السوشيال ميديا مفروض نستغلها، هذه فرصة ذهبية يعني تساعد الواحد أنه ينتشر بسرعة. فهذه كلها يعني وسائل تساعد الوحدة أنها تكبر وتطلع يعني بطريقة وتوصل للهدفة بطريقة هي ما كانت أصلا متوقعتها. سارة أنت معي بأنه التركيز على الفكرة أهم خطوة تبدأ فيها السيدة. يعني أكثر من بنت أنا قابلتهم عندهم مشاريع وأفكار بس مش مركزين، ضايعين، مرة يفكروا لا أبي أسوي هذا الشيء، لا أبي أسوي هذا الشيء، طب مو قادرة ألقى من يساندني ويدعمني. فالتركيز هذا قديش له تأثير على نضوج الفكرة وخروجها للعالم؟ طبعا التركيز على الفكرة نفسها، في أغلب البنات يكون عندهم أفكار حلوة بس تكون عندها جالسة وعندها كذا فكرة تبغى تعمل هذا وهذا وهذا وهذا، فهي أساسا ما هي عارفة هي إيش تبغى. هو أهم شيء أن الواحد يركز على بوينت معين، على هدف يحطه قدامه ويشوف هو كيف يوصل له، يشوف الطرق اللي تساعده. فشلت هذه الطريقة، حاولت بطريقة معينة ما ضبطت، عادي، مو معناته أنه أفشل خلاص وأجلس في البيت، لا، أفكر بشيء ثاني، أفكر بطريقة ثانية. الحين الإنترنت سيرتش يعني جوجل، طلعي شوفي الناس كيف قاعدة تنجح. كثير ناس الحين مشاريع مرة كبيرة واصلة للعالمية وكان أساسها فكرة مرة بسيطة ما حد كان يتوقع أنها حتوصل. طبعا أكيد ما في شك. سارة المزروع وين رح نشوفك السنة الجاية؟ والله إن شاء الله أنه أنا الأفكار عندي قاعدة تستمر وما حتوقف بإذن الله. يعني إحنا الحين فتحنا معمل، إن شاء الله حنفتح المحل بإذن الله، إن شاء الله على السنة الجاية يكون بطريقة معينة اللي هي في بالي بتوصل الناس بطريقة حلوة
بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله، أتمنى لك كل التوفيق، نورتينا سارة المزروع اليوم، وإن شاء الله البنات اللي شافوا اليوم فقرتك استفادوا من أفكارك ومن مثابرتك وتركيزك. الحمد لله، الله يسلمك حبيبتي، وأنا تشرفت فيكم كمان أكثر وأكثر. يعطيك ألف عافية. ومثل ما شفتوا مشاهدينا كانت معانا سارة المزروع. اسمحوا لي الحين أطلع بفاصل وأرجع أواصل معاكم فقراتنا لليوم. في سيدتي بعد الفاصل، نصائح العناية بالبشرة والشعر المتهالك بعد إجازة طويلة وصيف ساخن.